وانت ايه اللي جابك هنا؟ الله، ايه يا انسه؟ في ايه؟ الله، جاي اشوف ابني. قلت لك مش موجود، اتفضل امشي. ها للبيت بقى، لما مؤاخذه يقول انه مش هنا امشي على طول. وبعدين انت ايه يعني اللي جابك ورايا؟ الله، انت بتراقبيني؟ وانا هراقبك ليه؟ ممكن تتفضل تمشي. الله، هو انا مضايق في ايه يا انسه؟ الله، انا قاعد عند بيتكم. استغفر الله العظيم، ما يكونش بيتكم صحيح. والله ليه لا؟ شكلك كده موزه اخر الاجه. ما تكونيش قربتهم، كنيش يا بنت. لو ما مشيتش من هنا حالا هطلب لك البوليس. خلاص خلاص، تهدي بالله يا نيسة، ما تزعليش نفسك. همشي انا اهو. في ايه؟ مين ده؟ ده واحد غلبان. ثانية، خذي يا عم، ربنا يشفيك. ربنا يعلي مراتبك يا بنتي، يطعمك ما يحرمك، ويجعله في ميزان حسناتك يا بنتي. قادر يا كريم، ربنا يعلي مراتبك. ماشي يا حسن، ماشي. ايه في ايه بتبص له كده ليه؟ مفيش، صعبان عليا قوي، راجل كبير يعني. ممكن يكون في سن بابا ويمكن اكبر كمان. ازاي ولاده سايبينه كده ده؟ عندك حق. الو، اهي انكل كمال. يلا حبيبي. انت بتعملي ايه بس يا ماما؟ بتعملي ايه بس يا ولد؟ اوعى. ايه نسيت وانت صغير ولا ايه؟ حبيبي انت، ربنا يخليك ليا، ما تحرمش منك ابدا. بس يا حبيبي، ايه في ايه؟ مساء الخير. ازيك يا رمز؟ سلامتك. اهلا سنور، الله يسلمك. انا داليا، كنت شغاله في شركه دياب وصاحبه لينا، يمكن انت مش فاكرني قوي. طبعا فاكر حضرتك، تحت امرك. انا عرفت ان انت كنت في عربيه النقل اللي اتسرقت، فكنت حابه اخد منك شويه معلومات، طبعا لو ما عندكش مانع. بس زي ما انت شايفه كده، احنا لمينا حاجتنا خلاص، والدكتور كمان كتب له على خروج ولازم يرتاح. انا عارفه طبعا ان هو ولا الوقت المناسب ولا المكان المناسب، فعشان كده انا ممكن اسيب لك الكارت بتاعي، هو عليه كل ارقامي، واول ما تتحسن يا ريت بس تكلمني. حاضر. سلامتك مره تانية. شكرا. بصي حضرتك، اسمع بقى، انت هترمي الكارت ده، ولما ربنا يتم شفاك على خير هتشوف لك شغلانه بعيد عن اللبش ده كله. طب ايه ده ماما؟ ايه دي بس؟ يلا بينا. انا اسفه بجد، الطريق كان زحمه جدا، معلش. ازيك يا رمز؟ ازيك يا ساره؟ ازيك يا طنط؟ لا طنط ايه بقى، انا من هنا ورايح ماما بس. طبعا طبعا يا ماما، حاضر. يلا يلا يا ولاد. عنك عنك يا طنط. تعالي يا حبيبي، تعالي تعالي، على مهلك على مهلك. ده برضه يا علي، هانت عليك ماما. الايام اللي انت مش فيها معايا بتعدي عليا تقيله قوي. الفراق اللي استحملته 20 سنة خلاص ما بقتش اقدر استحمل ولا يوم زياده. عشان خاطري ارجع يا علي، حتى لو هتعيش بعيد عننا انا راضيه، بس ابقى مطمنه عليك واخدك في حضني عشان خاطري. ارجع يا علي عشان خاطري، وحشتني.
هو احنا امتى هنبطل ندور على علي بقى؟ امتى يعني؟ زمان كنا بندور عليه علشان نتاكد هو عايش ولا ميت، وخلاص اطمنا عليه. هو حر بقى يعمل اللي هو عاوزه. عايز يعيش معانا يعيش، مش عايز احنا كمان مش عايزينه. انا لقيت على مامي قوي بعد الفيديو ده. انا بقيتش عارف اتصرف ازاي ولا اعمل ايه. حالتها بتسوء اكتر كل يوم. مش عايز حد يساعدها او يقف جنبها. ده حتى مش عايزه تقابل دكتور نبيل. واضح كده انها استسلمت للاكتئاب والحزن. مش عايزه تخرج منه. انا مش قادره ابعد عنها اكتر من كده. انا هروح لها بكره واحاول اطلعها من اللي هي فيه. يا ريت يا لينا. يمكن وجودك جنبها يفرق في حاجه. خش يا ساره. يا اهلا وسهلا. ازيك يا ماما؟ الحمد لله على السلامه يا حبيبي. الله يسلمك. الله يسلمك. انت كويس؟ نشكر ربنا. ازيك يا عم؟ اهلا وسهلا يا ساره. ادخلي اقعدي. لا يا ماما انا لازم امشي. معلش. من على الباب كده؟ يا دي العيبه. ما ينفعش يا بنتي. ما تقول حاجه يا رامز. معلش مرة تانية عشان كمان ما تأخرش على البيت. خليها براحتها ماما. روحي انت بس وبيطمنين عليكي وانا هبقى اكلمك. على اذنكم. مع السلامة. مع السلامة يا سارة. على ما تغير هدومك هحضر لك لقمة. قول لي يا رامز، ايه حكاية البنت اللي بتتنطط لنا دي في كل حتة؟ أنا كنت مستني بس أفوق من اللي أنا فيه عشان أجي أكلمك في الموضوع ده. موضوع إيه؟ بص يا بابا، سارة بنت كويسة جدا، متربية ومن عيلة وحالها من حالي، وأنا بصراحة بفكر أتجوزها. تتجوزها كده خبط لازق؟ هو أنت فاكر إن الجواز ده حاجة مش سهل؟ أيوة بابا، بس هي عارفة ظروفي وعارفة أنا بعمل إيه. أنا بقول يعني نروح نربط مع بابا بكلمتين، وبعدين أنا قلت لماما أصلا وهي موافقة. بس أنا مش موافق، والبنت دي أنا مش مستريح لها من أول ما شفتها. ليه بس يا عدلي؟ دي حتى زي القمر وتدخل القلب. أنا قلت اللي عندي ومش عايز مناهدة. أيوه طب أنا عايز أفهم بس يا بابا، هو أنا مش من حقي إن أنا أتجوز البنت اللي أنا بحبها؟ إيه هتكبر عليا يا رامز؟ العفو يا بابا، بس أنا بس محتاج. مفيش بس، الكلام خلص. أنت تاكل لقمة وتخش تريح في أوضتك وتنسى الحدوتة دي نهائي. معلش يا حبيبي، ما انت عارف بابا لما ينشف دماغه في حاجه. سيبه بس يهدى وانا هبقى اكلمه. يلا قوم 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 كلك لقمه. قوم. علاء النعمه انت ما عندكيش دم، يعني انت عارفه الظروف المهببه اللي هو فيها ومش راضيه حتى تردي عليه؟ اقسم بالله انا لو منه ولا عبرك. يلا اقفلي اقفلي يا لولا، استني بس لما اجيلك. يلا سلام. اي فينش. باي. لا مؤاخذة، أحضر لك حاجة قبل ما أمشي؟ لا لا أنا عايزك في حاجة تانية. أنا كلمت ليلى كتير أوي ما بتردش، هي كويسة؟ كويسة وزي الفل، دي حتى لسه قافلة معايا من شوية. لسه قافلة معاكي؟ أه، تحب أكلمها لك؟ لا، خلاص. إديها أنت الدعوة دي بس وقولي لها إنها لازم تيجي. دي بتاعت إيه دي؟ هي لما تقراها تعرف. طيب حاضر. يا سلام يا هادي يا كريم، لما تبقى رايق تعمل شوية شاي. إنما إيه؟ عنب. هي راحت فين؟ شوف مين يا فين أبوك. هلا. أهلا يا باشا. أنت إيه اللي هببته النهاردة ده؟ إيه المؤاخذة يا باشا، عملت إيه يعني؟ أنت هتستهبل اللي وداك عند الفيلا؟ زهقت يا باشا، قلت امشي رجلي، ورجلي هي اللي خدتني هناك، بس لما اخذ الرجل السليمه. لا يا شيخ. طب لو زهقان بجد بقى، انا عندي رحله هتعجبك قوي. ايه رايك لو الففك كعب داير؟ من غير ما تهددني يا باشا، انا كنت رايح ادور على ابني. ابنك ده تدور عليه في اي مصيبه بعيد عن الفيلا، مفهوم؟ مفهوم يا باشا.
هقول يا باشا، هي الأنسة اللي جت معاك قبل كده مش دي برضو تبقى بنت راجي بيه؟ صح؟ طبعا مش هترد. اللي أنا بقى مش بالعه بقى ومش فاهمه، إزاي واحدة من العيلة تعرف إن حسن ابني مش ابنهم وما تقولش لبقية العيلة؟ ولا تكونش بقى أنت كمان من بقية العيلة ومتفقين مع بعض؟ لو ما بطلتش اللي أنت بتعمله ده ساعة زمن وهتلاقي نفسك في الاسم معمول لك قضية إتجار وتعاطي مش هتاخد فيها أقل من تأبيدة. وأنت عارف يا تيفا، لو دخلت السجن المرة دي مش هتطلع منها غير على عرافة. أنت مش ظابط يا باشا. أصل أنا أعرفهم كويس. هو في ظابط يدي فلوس لحد عشان يعرف منه حاجة؟ هي الحداية بتحد في كتاكيت؟ ابعد عن السكة اللي أنت ماشي فيها دي يا توفيق أحسن لك. ولو عرفت إنك هوبت ناحية الفيلا أو تعرضت لأي حد من عيلة راجي نهايتك هتبقى على إيدي أنا. يابا اللي انت بتعمله ده هيحبسوك. امشي هات غرم اللي قدامي. اه قلت لك امشي. برضه مش هروح. يا بنتي ما تطلعيش عيني معاكي بقى. حد يضيع فرصه زي دي من ايديه؟ فرصه ايه ان شاء الله؟ دي حاجه عاديه اصلا. حاجه عاديه اصلا؟ دي فرصه وجالك على التيك توك كمان عشان تقربي من الجدع. تقومي ترفسيها برجلك؟ اقرب منه؟ انا عايزه ابعد عنه. ما خلاص يا ناهد بقى، كان الموضوع وخلص لو سمحتي. طب عيني في عينك كده يا لولا اهو. بتحبيه يا ليلى؟ خلاص لبستي فيه يا روحي. لبستي فيه؟ اه خلاص سيبك من ده يا ستي. حد يطول يشوف نفسه متصور في فيلم معروض قدامه كده على حياه عينه؟ والنعمه ده ندفع نص عمري عشان ابقى مكانك يا هبله. بس عموما احنا لسه فيها. لسه فيها ازاي؟ هخلي مروان يعمل فيلم عن حياتي. حياتك؟ امال يا بنتي دي مأساة. هحكي له زي امي واقفه في وش مستقبلي الفني. طب ايه رايك بقى اللي انا رايحه ويكون في علمك؟ هستفرد بالجدع وخليكي انت بقى كده عايشه في ميه الليفت بتاعتك دي. ميه الليفت؟ لا ميه الليفت. طب هاتي الدواعي. لا اتحايلي عليا شوف. هاتيها يا نيلة. يا بنت بقولك هاتي. لا مش هديه. عايز تروحي يعني؟ لا مش عايز. غيرت رقبة بس. انا مش داخل دماغي بقى الكلام ده يا عدلي. رامز اللي صغير ده اللي قد واصغر منه عندهم بدل العيل اتنين، واذا كان بقى على المصاريف والمسؤوليه فابنك راجل واحنا هنقف جنبه. منين يا حصر؟ مش لازم فلوس. يتجوز ساره ويجوا يعيشوا معانا هنا انا وانت ويملوا علينا البيت. ده هيبقى يوم المنى. وهي الست هانم هتوافق؟ بتحبه يا عدلي، والست لما بتحب راجل بتشتريه حتى لو ما حلتوش اللضا. وفرضنا بقى ما وافقتش، الايجار الجديد ما فيش اكتر منه في المنطقه. نكلم عم حمدي السمسار يشوف لنا كده حاجه على الحنين. بقول لك ايه؟ انا قلت اللي عندي. هو في ايه يا راجل؟ هو انت كل ما حد يكلمك في الموضوع تقفل عليه؟ أنا عايز أعرف إيه اللي في دماغك يا عدلي. وبعدين أنت شايف على البيت حاجة إحنا مش شايفينها؟ ولا أنت معصلك دماغك في حاجة تاني؟ بقولك إيه؟ أنا تعبان ومش قادر أتكلم. قومي حضري الفطار. صباح الخير يا حبيبي اللي مصحيك بدري قوي كده في الويكند. ده انت في الايام العاديه بتغلبنا عشان تصحى تروح المدرسه. كومبيتيشن الرسمه قربت. هايل. وريني بقى فنان رسمت ايه؟ لا لسه ما رسمتش حاجه عشان ليلى هي اللي بتساعدني، وليلى بقى لها فتره ما بتجيش. طب وهي مامي ما عرفتش ليلى ما بتجيش ليه؟ لا كل ما اجي اكلمها مامي مش بترجع. صباح الخير. صباح الخير. ايه يا تيمو؟ ما بتردش عليا ليه؟ اصل متضايق علشان ليلى. هي قالت لك ايه لما كلمتيها؟ هي ما ردتش اصلا.
الهانم فاهمه ان احنا هنحتاس ونتلخبط لو هي ما جاتش، لكن ده في خيالها. انا اوريدي كلمت واحد يجيب لي واحده بدلها وفي اسرع وقت. انا مش عايز حد غير ليلى. تعالى هنا. هو ايه اللي مش عايز حد غير ليلى؟ انت ما تتكلمش خالص، انت ما تقوليش انا اعمل ايه وما اعملش ايه. وبعدين ليلى بتاعتك دي ما سالتش فيك ولا في امتحاناتك اللي قربت، ده غير انها ما عبرتش مسابقه الرسم اللي انتوا صدعتوني بيها. انا مش عايز اسمع سيره ليلى دي هنا تاني، انت فاهم؟ بالراحه يا نانسي الولد. تميم حبيبي انا عايزك تركز وترسم، مالكش دعوه باي حاجه، وبعدين تفتكر كويس ان الكومبيتيشن دي بتاعتك انت مش بتاعت ليلى، اتفقنا؟ تعالي نانسي عايزك. بصراحة بقى أنا مش مقتنع بفكرة إن إحنا نجيب حد تاني مكان ليلى، على الأقل لحد ما نتصل بالبنت ونعرف إيه اللي حصل. مش يمكن يكون عندها مشكلة يا نانسي؟ نفي تسكت يا هشام، عشان أنت مش عارف حاجة. لا يا نانسي، أنا عارف كل حاجة. عارف إن حالة تميم ما ابتدتش تتحسن لحد ما ليلى جت. وعارف كمان إن إحنا جربنا قبليها 20 واحدة تانية. مفيش ولا واحدة فيهم قدرت تفهمه وتتعامل معاه غير ليلى. طب أنا عايزاك تهدى شوية. عشان ليلى اللي أنت محموق عليها قوي دي بتلف حوالين مروان. ليلى ومروان؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ازاي يعني؟ دي مش بس مخططاله، دي كمان بتلف حواليه كويس قوي. وانا كمان ما عنديش استعداد استنى لما واحده زي دي تاخد مروان وانا كل حاجه تضيع على بنتي. برضه مش الحل انك تمشيها يا نانسي. ببساطه جدا البنت مش بتقابله هنا عندنا في البيت. وبعدين لو هي بتخطط لموضوع زي ده زي ما انت بتقولي كده كده هتفضل على اتصال بيه. يا هشام انا مقتنعه باللي انت بتقوله ده، عشان كده كنت عايزاها تفضل هنا تحت عيني، بس هي اللي بطلت تيجي، وده مش معناه ان احنا ما ناخدش اكشن. واذا كانت حاله الهام هي اللي منعاني ان انا اروح واتكلم معاها، انت بقى ما عندكش اللي يمنعك انك تروح تقول لراجي وتلفت نظره لحاجه زي دي. ايوه مساء الخير يا استاذ ماهر. اه قريته بس ده معزوف منه كتير جدا. ايوه بس انا ليه ما تبلغتش قبل ما ينزل؟ طب تمام انا هعدي على حضرتك بكره الصبح عشان الكلام مش هينفع في التليفون. اوكي باي. انا اسف على التاخير. ولا يهمك. تشرب ايه؟ لا لا مش عايز اي حاجه. طب هي ايه بقى الحاجه المهمه اللي انت كنت عايز تقولها لي وما ينفعش تتقال في التليفون؟ كنت عايز اعترف لك بحاجه. انا اللي كنت موجود في الشركه، كنت براقبك وانت في المختبر ساعه لما اتهموكي بالسرقه. اما انا جايب لك حته مفاجاه. علي وحشتيني قوي يا ماما. وانت كمان يا حمد. علي سابنا ومش راجع يا لينا. على فكره لينا جايه تقعد معانا شويه وماشيه. ايه رايك لو تسيبي السرير ونقعد بره في الليفينج؟ مش قادره يا بابا مش قادره. يا ماما انت مش قادره عشان خاطر حبس نفسك في وسط الادويه دي كلها. بليز عشان خاطري انزلي اقعدي معايا تحت. هتفرق ايه؟ ما انا حتى في وسط الناس ببقى لوحدي. طيب انا عندي فكره، هسيبك ترتاحي النهارده وبكره هجيلك عشان نخرج. هندور على علي؟ لا يا مامي، بكره عرض البروجكت بتاع مروان. والاصول ان احنا كلنا نبقى جنبه، خصوصا انت يا الهام. عشان يحس ان هو لما قرر يعمل حاجه بباشن ان كلنا واقفين جنبه وبنشجعه. حاسه ان انا مش هقدر اعمل كده. ازاي اقدر افرح وانا مش عارفه ابني راح فين؟ يا مامي ما مروان كمان ابنك ومحتاج يحس باهتمامك بيه اكتر من اي حد تاني. وكمان علي اللي انت عامله في نفسك ده كله عشانه مش هو. ليلى 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 حبيبتي خلاص خلاص نسيبها على راحتها. تعالي بيها تعالي. ايه اللي انت كنتي هتقوليه ده؟ انت عارفه كان ممكن يحصل لها ايه لو عرفت؟ يا جدو ممكن تفوق من اللي هي فيه لو عرفت ان اللي بتعمل عشان ده كله مش علي. مش هتصدق، هتفتكر ان احنا بنكدب عليها علشان ننسيها علي.
حتى لو صدقت ان هو نصاب ما هترجع تدور على علي الحقيقي، ساعتها نبقى عملنا ايه؟ يبقى واجهناها بالحقيقة. يا جدو احنا بقينا عاملين زي اللي عايش في كابوس، ولا عارف يصحى منه ولا عارف يواجه نفسه ان ده حقيقة. شوف يا حبيبتي، اللي احنا فيه ده ملوش حل غير اتنين، يا اما حسن يظهر يا اما علي الحقيقي يبان. انما المواجهات اللي من النوع ده خطر احنا ما نقدرش عليه. بس انت كده في خطر، خطر بجد. اي حد هيعرف انت مين وبتعمل ايه في بيت راجي انت ممكن. خليه على الله. طب انت ازاي هتثبت ان الشركه ليها يد في اللي حصل لباباك؟ اديني بحاول لغايه ما اوصل. وانت ليه كشفت لي عن نفسك وانت مش مضطر تعمل كده؟ عشان انا محتاج مساعده، ما بقتش قادر افكر لوحدي. طب اقدر اساعدك ازاي؟ انا نفسي لما كنت جوه الشركه ما عرفتش اعمل حاجه. نفكر مع بعض على الاقل. ده طبعا لو قبلتي. اقبل طبعا، انا كمان ليا حقه لسه ما خدتوش، ولازم ابرئ نفسي من موضوع السرقه اللي لفقوها لي. بس لو زي ما انت بتقول ان موضوع سرقه العربيه دي كانت متدبره، يبقى اكيد حد من الشركه هو اللي عمل كده وحط الشحنه في حته تانية. حته تانية؟ استني، ده في مخازن سريه تبع الشركه مش مكتوبه في الورق ولا حد يعرف عنها اي حاجه. مخازن سريه؟ مين قال لك عنها دي؟ سواق من اللي كانوا بينقلوا الشحن هناك. والسواق ده اسمه ايه ولا فين؟ نصر. بس ده اترفض من الشركة ساعة وقفت العمال عشان هو اللي كان موصلهم. طب وبعدين؟ تعرفش توصل له؟ معايا نمرته. راجي، على فكرة كنت عايز اقول لك على اخر حاجة وصلت لها مع الناس بتاعت شركة التأمين. دلوقتي؟ خلال لما ارجع عرض البروجكت بتاع مروان كمان ساعة، مش عايز اتأخر عليه. في الحقيقة انا كنت عايز اتكلم معاك بخصوص مروان. طب تعال نكمل الكلام ده واحنا ماشيين. يا صباح الفل، يا صباح الهن. ايوه كده، قولي انك هتقومي من مكانك بقى، ده هو ربنا بره يرد الروح. فايزة سيبي الشباك وتعالي عايزاكي. خير يا حبة عيني؟ اقعدي. عايزاك تحلفي الاول برحمة ابنك انك مش هتخبي علي حاجة. وانا برضو استجري اخبي عنك حاجة نعرفها. علي مش راجع صح؟ وانتم مخبيين علي مش كده؟ ورحمة الغالي ما في حاجة من اللي انت بتقوليها دي حصلت. احنا كلنا زيك، بندعي ان ربنا يهدي السر ويرجع لنا بالسلام. هو تلاقيه مخنوق حبتين، واول ما يهدى هتلاقيه راجع على هنا جري. طب هو هيلاقي فين حضن حنين زي حضنك يرجع له لما يتعب؟ أنا اللي تعبت يا فايزة، أنا تعبت في حياتي قوي. ساعة ما افتكرت إن خلاص ابني رجع لي في حضني وهرجع عايش زي بقية الناس، ابتديت تاني من نقطة البداية. أنا تعبت، تعبت قوي. بعد الشر عنك من التعب، دهن وصيباكي. بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. صباح الخير. يا صباح النور. ايه يا فوز ده؟ انت لسه ما قمتهاش من السرير؟ لا ازاي بقى؟ ما كانت قايمه خلاص اهي. يلا وادي اللبس اللي هتلبسيه اهو. يلا بقى عشان ما نتاخرش، مش معقول الفيلم هيتعرض واحنا مش موجودين يعني. مش هقدر يا مروان، روح انت عشان ما تتاخرش. لا طبعا، انا مش هتحرك من هنا غير وانت معايا، المشروع ده اهم حاجه بعملها دلوقتي وانت لازم تكوني اول واحده تقولي رايك. مش رايحه يا مروان، مش رايحه. انا برضو استغربت زيك لما عرفت يا راجل، بس ما كانش ينفع اسكت وما اجيش اتكلم معاك. مروان زي ابني، ما ينفعش اشوف حاجه بتضره وافضل ساكت. اكيد طبعا، اكيد. طيب انا مش هعطلك عن ميعادك، اشوفك تاني. شكرا يا هشام. طيب تعرف بس اتفرج عليه واطمن. شفته فين بقى؟ ان شاء الله ما تخافش.
ربي. تحت اذنك. ازيك يا ولاد؟ يا بابي ازيك؟ عامل ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله تمام. ايه؟ ايه؟ هنشوف حاجة كويسة النهاردة؟ قول يا رب. ربنا يوفقك يا حبيبي. ان شاء الله. عاملين ايه يا ولاد؟ كويسين الحمد لله. ايه بقى؟ شكله طابور طويل جدا. طب هنعمل ايه؟ باين نسيت الدعوه في البيت. يا خيبتك وريني. طب هكلم مروان. ما بيردش. اهي يا فلحه. خدي. فضلكم الاي دي او الدعوات اللي اه الو اي كريم بجد؟ لا لا انا جايه لك حالا ما تتحركش انا جايه باي. رايحه فين؟ معلش يا بابي عندي مشوار مهم قوي لازم اروح. مشوار ايه اللي دلوقتي؟ معلش يا بابي احكي لك بعدين والله. قولي حبيبنا ماشي اوكي. انت اياد ايه اللي حصل؟ هيحصل ايه يا ابو علي؟ يا عم انا قلت اشوفك. انت لسه شايفني من قريب وبعدين لما كلمتني قلت لي ان في حاجه مهمه. اه حاجه مهمه، حاجه مهمه قوي. جبت 10 من 10 في امتحان في المدرسه. جدع يا كيم. ايوه كده فرحني بيك يا. هو مش الامتحانات لسه ما جاتش؟ اتاخرت ليه؟ انا كنت عارف اعمل فيه ايه. استلميه بقى. ازيك يا حسن؟ ازيك؟ عايز مني حاجه يا ابو علي؟ ما تزعلش مني بقى يا معلم. هسوي معاك بعدين. ها نمشي من هنا عشان ما حدش يشوف. خليك انت ناسوب.
انت جيتي ليه يا لينا؟ جيت عشان اشوفك. حسنا انا محتاجه لك. مامي تعبت قوي من يوم ما مشيت من البيت، لازم ترجع معايا. ارجع؟ ارجع ليه بقى؟ عشان اكذب ولا عشان اطرد؟ عاوزين مني ايه؟ انتي عاوزه مني ايه؟ يعني لو رجعت وكدبت تاني هتبقي مبسوطه ولا هتبقي متضايقه ولا هتبقي ايه بالظبط؟ انا كل اللي عايزاه ان مامي تبقى كويسه، وده مش هيحصل غير لو شافتك قدامها. لينا انا مجرد مسكن، فاقول له مصيره هيزول، القلم هيرجع تاني وماما هتتعب تاني وكل حاجه هترجع زي ما كانت. يعني ممكن لما ترجع علي اخويا يظهر بعديها والمشكله تتحل. 20 سنة ويظهر؟ أم الله يرحمها كانت دايما تقول لي حاجة لينا، اللي بيروح ما بيرجعش. طب فرضا إن علي ما رجعش، أفضل بقى أنا أمثل التمثيلية الخايبة دي طول عمري؟ مش هعرف، أنا ممثل فاشل. أنا عز عليها تعب ماما، عزاني مدام إلهام، طول عمري بتمنى إن الست دي تبقى أمي. ممكن أعمل أي حاجة عشان ما تبقاش تعبان، حتى لو الحاجة دي غلط ومش راضي عنها. لينا أنا كل اللي بطلبه منك حاجة واحدة بس. حاجة إيه؟ تنسي كل اللي فات وتسامحيني عليه. هحاول.